تتواصل بوزارة الخدمة المدنية إجراءات الاختبارات التحريرية الآلية للمواطنين المترشحين للتنافس على الوظائف الكتابية الشاغرة بمختلف وحدات الخدمة المدنية. المتنافسون على الوظائف والذين حضروا لأداء الاختبارات في ديوان عام الوزارة في قاعات مخصصة للاختبار أوضحوا أن هذه الاختبارات متفاوتة. والله الوقت مناسب جيدا، يعني بسبب انه معطينا 60 دقيقه ساعه كامله، فكافي يعني كامل. والله الاختبار لا بأس عليه، لا بأس عليه. صعب ولا سهل؟ لا والله زين، وسط، ما انه صعب، لكن في ناس ما يعرفوا انه بيكون اختبارهم على الكمبيوتر، مثل انا وش دراني بالكمبيوتر، ما اعرف له. اما محمد الذي انهى شهادة الدبلوم العام قبل 16 عاما ولم يحالفه الحظ في الحصول على وظيفة، فكان له رأي آخر. أدينا امتحان، ولكن الامتحان بعيد عن مستوانا نحن. أنا خريج ثانوي عامة من 16 سنة. يعطوني هذه الامتحانات، شو هذا تعجيز هذا؟ يعطوني امتحانات بهذه المستوى حتى الجامعة ما يحله. أنا يعني يبلغ من العمر 35 سنة ولا راح أشتغل، رحت الشركات ما تباني. أنا إذا أنا واصل عمري 35 سنة خلاص أنا فقدت مستقبلي وعيشتي. الشرطة والعسكرية ما تبغاني، قول خلاص انت سنك مكمل، سنك زايد. وين انا؟ ما عماني، ما 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 حق لي اشتغل، ما حق لي اخذ نصيبي، حالي حال اي واحد. الشباب العام الماضي مخزم الثانوي ويحصلوا وظائف وانا من 16 سنة. وقد نقلنا وجهة نظر محمد الى المعنيين في وزارة الخدمة المدنية. الاخ محمد دخل من ضمن الفرز، من ضمن مجموعة الفرز، وحضر على موعد الاختبار. حاليا هنا عندنا المواطنين جميع هم متساوون وفق مبدأ الجدارة، يحصل على الوظيفة بموجب مواد القانون بمبدأ الجدارة. دخلوا الاختبار، بعض المواطنين، 9 المواطنين فازوا بالوظيفة، حصلوا على الوظيفة لكون انهم حاصلين على درجات اعلى. هو حصل على درجة ربما متدنية تكون وما حالف الحظ في انه ينجح في الاختبار. لهذا السبب نتأمل منه أنه يحاول مرة ثانية في إعلانات قادمة، لعل وعسى إن شاء الله يحالف الحظ في المرات القادمة. وتتم عملية الاختبار للوظيفة بطريقة آلية وفق مدة زمنية محددة، يكون التصحيح بطريقة آلية دون تدخل العنصر البشري، حيث يتأكد المتقدم للوظيفة من نتيجته فور انتهائه من الاختبار وقبل مغادرته للجهاز الحاسب الآلي الذي أدى فيه الاختبار. المواطنون هنا في هذه القاعات ينتظرون الحصول على فرصة وظيفية في إحدى المؤسسات الحكومية تعينهم في حياتهم. محمد بن سعد العلوي، وزارة الخدمة المدنية، مسقط.